اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده من حلقات مدرسه علهو. النهارده هنتكلم عن ماده المعدات للصف الثاني قسم ملابس جاهزه. هنكمل بقيه حلقتنا عن الماكينات. احنا في الحلقات اللي فاتت اخذنا ماكينه الحياكه ذات الابرتين ذات الذراع، واخذنا ماكينه العراوي، واتكلمنا عن الأجزاء بتاعة الماكينة وطريقة التشغيل وأهم الأجزاء اللي موجودة في الماكينة. النهاردة هنتكلم عن ماكينة الأزرار، وهنعرف ايه هي ماكينة الأزرار وايه هي أنواعها وأهميتها في الخط الإنتاجي، وليه ماكينة الأزرار تعتبر من الماكينات الهامة في الخط الإنتاجي. احنا عارفين ان مدام في يوجد في الخط الإنتاجي ماكينة عراوي يبقى لازم يكون في ماكينة أزرار، وماكينة الأزرار عندنا بنستخدمها في تركيب الزراير بإيه في وقت قليل جدا وبأسرع وقت ممكن، لأن هي لو استخدمنا تركيب الأزرار يدويا بتاخد ايه وقت كتير. لكن أنا عندي لو عندي إنتاج بالجملة ببقى محتاجة يبقى عندي ماكينة أزرار بحيث إن أنا ايه يسعفني الوقت في انتهاء الكمية كلها. تعالوا النهاردة نشوف ماكينة الأزرار ونشوف الأجزاء الهامة وأهميتها في الخط الإنتاجي. أول حاجة ماكينة الأزرار. طبعا زي ما احنا شايفين شكل ماكينة الأزرار هي ما تختلفش كتير عن ماكينة الحياكة العادية، لكن بتختلف في الأجزاء وفي أدلة الخيط بتاعتها وفي شكل الإبرة طبعا وخزان الزيت وخزان كمان الزراير اللي بيبقى موجود فيها اللي بغذي الماكينة بالأزرار. تعريف ماكينة الأزرار، ايه هي ماكينة الأزرار وعبارة عن ايه وايه المقصود بيها وليه بستخدم ماكينة الأزرار؟ من اهم الماكينات في الخط الانتاجي لصناعة الملابس الجاهزة والتريكو، يعني بعتبر ان ماكينة الأزرار دي من اهم الماكينات في الخط الانتاجي. طبعا يصعب الاستغناء عنها ان هي بتساعد في تركيب عدد كبير من الأزرار في وقت صغير جدا، ولها انواع كثيره ومتعدده طبعا لنوعيه الشركه المنتجه لها وسرعه المحرك الكهربائي. يعني انا عندي حجم الموتور او حجم المحرك الكهربائي هو ده اللي بيتحكم في سرعه الماكينه نفسها حسب الشركه المنتجه لها، لان في اكتر من شركه منتجه لماكينه الازرار. اهميه استخدام ماكينه الازرار في الخط الانتاجي، اهميه استخدام ماكينه الازرار في الخط الانتاجي، تستخدم في تركيب الأزرار ذات الثقبين أو الأربع ثقوب. يعني أنا بقدر أستخدمها في تركيب الزرار سواء بثقبين أو بأربع ثقوب. طبعا احنا عارفين أنواع الزراير كتيرة جدا، في منها بثقبين، في منها بأربع ثقوب، في منها بإيه بخطاف من أسفل، ممكن كمان تركب الكباسين. يبقى حسب ما ايه حسب استخدام حسب نوع الايه الزرار انا بقدر اظبط الماكينه حسب ايه حسب الزرار اللي هيتم تركيبه في الماكينه. يبقى انا كده اول حاجه ان انا بستخدمها في تركيب الازرار ذات الثقبين او الاربع ثقوب. تعالوا نكمل مع بعض. تستخدم في تركيب الازرار المسطحه وغير المسطحه، يعني بستخدمها برضو في الزراير المسطحة وغير المسطحة، سواء كان الزرار بمسند أو بدون مسند، سواء الزرار ايه بمسند أو بدون ايه مسند أو بخطاف من أسفل. يبقى هنا بستخدمها برضو في الزراير المسطحة والزراير غير المسطحة، سواء كان الزرار بمسند أو بدون ايه بدون مسند أو ايه بخطاف. تستخدم في تركيب الكبسون بنفس طريقة تركيب الأزرار بنفس الغرز، يعني برضو ممكن استخدمها في تركيب الكبسون بنفس طريقة ايه تركيب الازرار. يعني احنا عارفين الكبسون برضو بيبقى ايه باربع ثقوب من اعلى، والجزء التاني بتاعها برضو بيبقى باربع ثقوب، فبقدر اظبطها على تركيب الكبسون بتاعي. السؤال بقى اللي يجيلي على الجزء ده بيقول لي ما هي اهمية استخدام ماكينة الازرار في الخط الانتاجي؟ ما هي اهمية استخدام ماكينة الأزرار في الخط الإنتاجي؟ يبقى أنا هقول السؤال كله زي ما احنا قلناه من الأول خالص. من أهم الماكينات في الخط الإنتاجي لصناعة الملابس الجاهزة والتريكو، ولها أنواع كثيرة ومتعددة طبعا لنوعية الشركة المنتجة لها وسرعة المحرك الكهربائي. وأهمية استخدامات ماكينة الأزرار في الخط الإنتاجي، تستخدم في تركيب الأزرار ذات الثقبين أو الأربع ثقوب،
تستخدم في تركيب الأزرار المسطحة وغير مسطحة، سواء كان الزرار بمسند أو بدون مسند أو بخطاف. تستخدم في تركيب الكبسون بنفس طريقة تركيب الأزرار بنفس الغرز. طبعا احنا هنا أخدنا إيه؟ أخدنا إيه؟ أهمية تعريف ماكينة الأزرار، وأخدنا أهمية الماكينة في الخط الإنتاج. هنيجي بقى نكمل مع بعض نشوف استخدامات او اهمية استعمال الماكينة في الخط الانتاج. يعني انا بستخدم الماكينة دي او بستعملها ليه في الخط الانتاج او بستعملها ازاي. تعالوا نكمل مع بعض اهمية استعمال ماكينة الازرار في الخط الانتاجي. اول حاجة سهولة ضبط المسافات المختلفة بين ثقوب واحجام الازرار المختلفة. سهولة ضبط المسافات المختلفة بين الثقوب وأحجام الأزرار المختلفة، يعني أنا بظبط الماكينة حسب المسافة بين الثقبين وحسب حجم الزرار، يعني لأن كل زرار ليه حجم، أحجام الزراير بتختلف، وكمان الثقوب بتاعت الزراير نفسها بتختلف. يعني الزرار اللي هو بيبقى مقاس 10 غير مقاس 20 غير مقاس 24، وبيبقى الثقوب بتاعته بتختلف. يعني الزرار الصغير اللي هو مقاس 10 اللي هو زرار القميص او البلوزه بيبقى الثقوب بتاعته بتبقى صغيره. لو المقاس كبر شويه بقى مقاس 20، فمقاس 20 بيبقى الثقوب بتاعته بتبقى ايه؟ فتحه بتاعته بتبقى ايه؟ اكبر. في 24 بيبقى اكبر زرار عندي اللي هو زرار الجاكيت، بيبقى ايه؟ الثقوب بتاعته بتبقى كبيره. يبقى انا بظبط الماكينه حسب حجم الزرار وحسب مسافه الثقوب بين الثقبين وكمان حجم الثقب نفسه. نكمل. سهوله تغيير المسافات المطلوبه للزرار حسب حجم، يعني دي برضو سهوله ان انا بيبقى فيه سهوله في استخدام ايه؟ في تغيير المسافه حسب الزرار وحسب ايه؟ حجم. سهولة فصل الخيط بعد تركيب كل زرار عند تغيير المسافات الخاصة طبعا لحجم الزرار. طبعا انا بيبقى عندي مسافة بين كل زرار وزرار، انا بظبط المسافة دي بين الزراير وبعضها، وبعد ما بخلص تركيب الزرار الاولاني الخيط بينقطع ايه؟ بيتقطع لوحده وايه؟ بيتنقل على الزرار اللي التالي لحياكة الازرار. يبقى هنا ان انا بقول سهولة فصل الخيط، يعني مش بقعد اقص، لا الخيط بيتقطع لوحده بعد ما بيخلص حياكة الزرار وينتقل للزرار اللي بعديه. سرعة تحويل عدد من الغرز المختلفة لتلائم حجم الازرار تبعا لنوعيات الملابس المختلفة. يعني هنا الغرز بتاعته بتختلف حسب ايه؟ حجم الزرار، يعني الكثافة بتاعت الغرزة او شكل الغرزة او حجم الغرزة ده بيختلف حسب حجم ايه؟ الزرار. يعني انا دلوقتي لما باجي اخيط زرار بثقبين غير لما اخيط زرار بايه؟ باربع ثقوب، غير ما بخيط زرار صغير او زرار كبير، ده طبعا بيختلف حجم ايه؟ عدد الغرز اللي انا بحددها، لان ايه؟ الزرار الصغير بيبقى ليه عدد غرز على قده، الكبير بيبقى ليه عدد غرز، الاكبر شويه بيبقى ليه عدد غرز. يبقى انا لما باجي اعمل الزرار مثلا لو مقاس 10 بيبقى عدد الغرز بتاعته قليله، لو مقاس 20 بيبقى عدد الغرز بتاعته اي اكتر، لو مقاس 24 بيبقى عدد الغرز بتاعته بتزيد عن الغرز الباقي. يبقى دي اللي احنا هنرجع بنقوله ايه؟ سرعة تحويل عدد من الغرز المختلفة لتلائم حجم الازرار تبعا ايه؟ نوعيات الملابس المختلفة. اخر حاجة بقى سرعة تركيب اكبر قدر ممكن من الازرار في اقل وقت وجهد. سرعة تركيب اكبر قدر ممكن من الازرار في اقل وقت وايه؟ وجهد. احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نشتغل في الايه؟ في تركيب الازرار، لو انا هنعملها يدوي بيبقى بتاخد وقت طويل جدا في الحياكة، لكن لو انا عندي كمية كبيرة من الازرار فبحتاج ان انا انجز في الوقت اللي ان انا اخلص الكمية دي كلها. فهي بت ايه بت بت المكنة بتساعد في ان هي بت بت بتركب اكبر عدد من الازرار في اقل وقت واقل ايه؟ جهد. السؤال هنا بيقول لي ما هي اهمية استعمال ماكينة الازراير في الخط الانتاجي؟ ما هي أهمية استعمال ماكينة الأزرار في الخط الإنتاجي؟ نرجع للإجابات. هنقول أول حاجة سهولة ضبط المسافات المختلفة بين ثقوب وأحجام الأزرار المختلفة، سهولة تغيير المسافات المطلوبة للزرار حسب حجمه،
سهولة فصل الخيط بعد تركيب كل زرار عند تغيير المسافات الخاصة طبعا لحجم الزرار، سرعة تحويل عدد من الغرز المختلفة لتلائم حجم الأزرار طبعا نوعيات الملابس المختلفة، سرعة تركيب أكبر قدر ممكن من الأزرار في أقل وقت وجهد. نيجي بقى هنا الجزء اللي بعديه، أنواع ماكينات الزراير. هل ماكينة الزراير ليها أنواع؟ اه طبعا، احنا اخدنا انواع ماكينة العراوي، واخدنا انواع برضو لماكينة ذات الابرتين ذات الذراع. يبقى كل ماكينة ليها انواع. طب ايه هي الانواع؟ بتبقى في مكنة عادية ومكنة آلية، ومتى آلية او اللي هي الاوتوماتيكية، او والمكنة الحديثة اللي موجودة دلوقتي اللي هي ماكينة الكمبيوتر. يبقى انا عندي كل ماكينة من الماكينات ليها نفس الانواع. تبقى مكنة عادية اللي هي أول حاجة تم تصنيعها اللي هي الماكينة العادية، بعد كده بعد تحديثها بدأت الماكينة اللي هي الماكينة الآلية أو الأوتوماتيكية، بعد كده على دخول التكنولوجيا الحديثة في صناعة الملابس الجاهزة بقى عندي كل الماكينات دلوقتي شغالة بالكمبيوتر، هو برنامج الكمبيوتر اللي بيتم تغذية الماكينة بيه، وكل تحديث للماكينات والآلات دي ساعد في صناعة الملابس الجاهزة، في تطوير الملابس وزيادة الإنتاج، وكمان بيساعد الفني أو العامل اللي شغال على الماكينة اللي هو يخلص الإنتاج المنتج بتاعه في أقل وقت وأقل جهد. يبقى أنا ما بحدث الآلات بتاعتي أو بعمل إدخال آلات جديدة بتحديثات جديدة، دي بتساعد في زيادة الإنتاج، بتساعد كمان الفني أو العامل اللي شغال على الماكينة إن هو يقدر يخلص المنتج بتاعه في أقل وقت وأقل جهد، وتطلع لي المنتج بتاعي في أفضل جودة وأحسن جودة. يعني أنا بساعد في ده إن يبقى جودة المنتج بتاعي جودة عالية، وكمان يزود في الإنتاج، او اوصل للمستهلك بتاعي ان المنتج يوصل له في احسن صورة واجمل صورة. نكمل بقى مع بعض نشوف انواع الماكينات. اول حاجة ماكينة عادية، اتنين ماكينة اوتوماتيكية اللي هي ماكينة آلية، تلاتة ماكينة الازرار بالكمبيوتر. يبقى انا عندي تلات ماكينات، ماكينة عادية، ماكينة اوتوماتيكية او آلية، ماكينة الازرار بالكمبيوتر. هنا برضو بيجي لي سؤال بيقول لي ما هي انواع ماكينة الازرار. ممكن السؤال ده يجي لي ما هي، يعني يجي لي سؤال مقالي او يجي لي صورة اكمل. طبعا احنا قلنا ماكينة عادية، ماكينة اوتوماتيكية، ماكينة بالكمبيوتر. هنا بيقول لي بقى قارن بين استخدامات ماكينة الازرار في الخط الانتاجي، يعني هنقارن بين الثلاث ماكينات في الخط الانتاجي. اول حاجة ماكينة تركيب الازرار العادية، نركز بقى في الجزء دوت عشان احنا المفروض ان احنا نعمل مقارنة بين الثلاث ماكينات ونشوف كل ماكينة دورها ايه لو دخلت الخط الانتاجي. اول حاجة تستخدم في الورش الصغيرة والمصانع الصغيرة لصناعة الملابس الجاهزة والتريكو. يعني المكنة العادية دي بستخدمها في الورش الصغيرة والمصانع الصغيرة في لصناعة الملابس الجاهزة والتريكو، اللي هي الورش اللي بيبقى الشغل بتاعها على قدها، يعني مبيبقاش بتعمل انتاج كبير او بتعمل كميات كبيرة. تحتاج هذه الماكينة الى العمل اليدوي اثناء التشغيل، تركيب الازرار بتحديد مكان تركيب كل زرار ووضعه في المكان المحدد له على المنتج. يعني هنا المكنة دي بتشتغل بالطريقة اليدوية اثناء التشغيل في تركيب الازرار، يعني بتشتغل يده. بحدد مكان تركيب الازرار، انا بحدد المكان على المنتج، يعني على المنتج نفسه انا بحدد مكان المكان اللي هيتركب فيه الزرار، اللي المسافة بين كل زرار وزرار حسب حسب العروة بتاعتي، يعني حسب العروة بحدد مكان الزراير، وده بيتحدد يدوي، يعني العامل بيقوم بتحديده يدوي. يبقى هنا بتحتاج هذه الماكينة إلى العمل اليدوي أثناء التشغيل، تركيب الأزرار بتحديد مكان تركيب كل زرار ووضعه في المكان المحدد له على على المنتج. بعد الانتهاء من تركيب الزرار يقوم العامل بوضع الزرار التالي في المكان المحدد له على المنتج. يعني هنا العامل بيحدد المكان، حدد مكان خلاص تركيب الأزرار، بيجيب الزرار ويحطه على المنتج يدوي،
ويبدأ هو ايه، تبدأ الماكينة ايه تتخيط. يعني هي بتعتمد اعتماد كلي على ايه، على العامل، ان العامل هو اللي بيحدد مكان العروة، هو اللي بيجيب الزرار ويحط الزرار في على الدواس وتبدأ الماكينة تشتغل. اول ما الماكينة تخلص بيبدأ يحط الزرار التالي بينقل المنتج، ويحط في الزرار اللي يليه تالي اللي هيتركب عليه، وبرده يحط الزرار في قلب الدواس بتاعة الماكينة وتبدأ الماكينة تخيط. يعني هنا العامل هو اللي بيحط الزرار هو وبيخيط والماكينة تخيطه بس، لكن الماكينة ما بت ايه ما بتحركش، ما بتتحركش لوحدها وتنقل هي ايه الزرار. يعني المكنة دي ما فيهاش خزان للزراير، ماكينة هنا ما فيهاش خزان للزراير، لا العامل هو اللي بيقوم بوضع ايه الزرار والماكينة تخيط. يبقى العامل هنا بيقوم بحاجتين، بتحديد مكان الايه تركيب الازرار، وتغذية الماكينة بالزرار اللي هيتخيط بيه. يعني العامل هو اللي بيقوم بايه بوضع الزراير عشان الماكينة تخيط ايه الزرار ده. نكمل. سرعة الماكينة وسرعة المحرك الكهربائي اللي هو الموتور بسيطة، وهي تركيب 4000 زرار في 8 ساعات. يعني في 8 ساعات بتركب لي 4000 زرار، لان هو ايه العامل هو اللي بيغذي الماكينة ومعتمدة على العامل في الايه في كل حاجة. انتاج الماكينة في اليوم يكون محددا وتحتاج الى عامل فني على مستوى عالي. يعني لازم يكون قاعد على المكنة دي يكون فني ومتدرب على المكنة كويس جدا عشان يعرف يشتغل عليها. نيجي بقى للمكنة اللي بعديها، ماكينة تركيب الأزرار الآلية. تستخدم في المصانع الحديثة المتطورة ذات خطوط الإنتاج السريع، لأنها تقوم بتركيب الأزرار بسرعة أوتوماتيكية تتفق مع إنتاج الكم بالجملة. يعني هنا المكنة دي بستخدمها في المصانع طبعا الكبيرة والمتطورة، وبيبقى فيها دايما ايه اللي هو الانتاج بالجملة. تضبط الماكينة قبل التشغيل، يعني هنا بقى المكنة بظبطها قبل التشغيل، مكان وحجم الزرار وضبط الغرزة اذا كان ذو ثقبين او 4 ثقوب. يعني انا هنا بظبط الماكينة قبل ما اشغلها، بظبطها على ايه حسب مكان الزرار وايه وحجم الزرار ماشي، والغرزه بتاعت الزرار ايه هتبقى غرزه قد ايه، واذا كان الزرار بثقبين او 4 ثقوب. يبقى هنا بيتم ايه ضبط الماكينه الاول. الماكينه مزوده بخزان الازرار لوضعها به لتسحب منه اثناء التشغيل اوتوماتيكيا على المكان المحدد للتركيب. يبقى هنا المكنة هنا كمان مزودة بإيه؟ مزودة بخزان بحط فيه الزراير اللي أنا هستخدمها اللي هي هتتم تركيبها. يبقى المكنة هنا عملت لي إيه؟ بظبط الماكينة الأول حسب حجم الزرار وحسب الثقوب الموجودة فيه، وبظبط الغرزة بتاعته يعني المكنة هنا هي إيه؟ هي أنا بظبطها، لكن المكنة العادية ما كانش إيه؟ كان العامل هو اللي بيعمل كل حاجة. المكنة هنا ميزتها ايه؟ ان فيها خزان للأزرار بتغذي الماكينة. يعني هنا العامل ولا هيجيب الزرار ويحطه يدوي ولا اي حاجة، لا هو فيها خزان وهي ايه بتغذي الماكينة بالزراير المطلوب تركيب. نكمل. يبقى الماكينة مزودة بخزان الأزرار وضعها بيه لتسحب منه أثناء التشغيل أوتوماتيكيا على المكان المحدد للتركيب بدون تدخل العامل اليدوي، بحيث يتم تلقيم الزرار لدواس الماكينة مع كل ضغط الدواس. يعني أول ما الماكينة تخلص تركيب الزرار وخلاص والخيط يتقطع، تقوم الضغطة التانية بتتنقل ليه الايه المكان التاني لتركيب الزرار، وينزل الزرار لوحده من الايه علبه الازرار ويدخل على الدواس وتبدا الماكينه تخيط الزرار اللي بعده. نكمل. سرعه الماكينه في تركيب اكبر قدر ممكن في اقل وقت، وسرعتها للانتاج اليومي حوالي 1000 زرار في 8 ساعات. يعني المكنه هنا سرعتها
بتركب قد ايه؟ بتركب حوالي 10,000 زرار في 8 ساعات. تركب كام؟ 10,000 زرار في الايه، في 8 ساعات. المكنة الاولانية اللي هي مكنة الازرار العادية بتركب لي كام؟ بتركب لي 4,000 زرار. يبقى في فرق كبير جدا من استخدام المكنة الزراير العادية والمكنة الايه الاوتوماتيكية. يبقى المكنة الاوتوماتيكية طبعا بتركب لي في 8 ساعات العمل بتركب لي 10,000 زرار. طبعا هنا يبقى كده الانتاج بتاعي اللي بيخلص في اليوم هي بتخلصه على طول، يبقى انا ما عنديش ايه تأخير في الانتاج. يبقى هي بتوفر كده في الوقت، بتوفر في ايه؟ في الجهد. نكمل. ماكينة تركيب الأزرار الأوتوماتيكية ذات الخزان. ماكينة تركيب الأزرار الأوتوماتيكية ذات الخزان، خزانات. تعال نشوف بقى الماكينة دي. دي بتوجد بالمصانع الحديثة المتطورة لصناعة الملابس الجاهزة والتريكو والمجهزة لإنتاج السريع لإنتاج الكم الجملة. يعني هي بتبقى المكنة دي بيبقى فيها خزانات للزرار، ودي موجودة بقى في المصانع اللي هي ايه اللي بيبقى فيها انتاج كمي، يعني عندها اكتر من خط انتاجي وبتعمل كميات كبيرة في اليوم، فبتحتاج الماكينات دي. طيب هذه الماكينة مجهزة طبعا لتجهيز المصنع ونوعية المنتج، يعني بتبقى دايما حسب انتاج المصنع وحسب المنتج اللي ايه اللي بيتم تصنيعه. قاعدة الماكينة مجهزة بعدة رؤوس، يعني أنا عندي بيبقى قاعدة المكنة فيها أكتر من إيه من قطع، يعني من ماكينة، يعني قاعدة الماكينة فيها إيه بين إيه من إيه من رأسين لتلات رؤ من س ل ست رؤوس، يعني رؤوس للمكنة نفسها. يعني مكنة ال تركيب الأزرار دي بتبقى القاعدة فيها مكانتين، يعني مش القاعدة مثلا احنا عندنا القاعدة بيبقى فيها مكنة واحدة، لا، في المصانع الكبيرة دي بتبقى القاعدة فيها مكانتين او 6 ماكينات، والست ماكينات بيشتغلوا في وقت واحد وبيعملوا الانتاج بيخلصوه بسرعة. يعني بيبقى 6 رؤوس وقاعد عليهم 6 عمال ويبقى بيخلصوا الانتاج بتاع المنتج بسرعة. ودي بستخدمها في الانتاج في الايه في المصانع الكبيره جدا، ان هي بتدخل في ايه في كذا خط انتاج بيبقى عندها كميات كبيره في الانتاج، فبتحتاج الماكينات ديت للعمل وانجاز ايه وانجاز الانتاج اللي بيطلع لي في اليوم في اسرع وقت. نكمل. ومجهزه حسب عدد الرؤوس عددا من الخزانات الخاصه بتغذيه الماكينه بالازرار اللازمه للتركيب. يعني الماكينات دي حسب الرؤوس، يعني حسب اذا كانت راسين او 6 بتبقى متغذيه بالازرار اللازمه للايه اللي هي هتتركب للمنتجات دي. نيجي بقى اخر حاجه، ماكينه تركيب الازرار بالكمبيوتر. ماكينه تركيب الازرار بالكمبيوتر يوجد بها لوحه ضبط الكمبيوتر وخزان الازرار والشمعدان، وقاعده الماكينه بتختلف عن قاعده ماكينه الازرار العاديه. يبقى هنا بقول هنا يوجد بها لوحة ضبط للكمبيوتر، يعني فيها لوحة بظبطها بيتم ايه تغذية البرنامج بتاعها، وخزان الأزرار طبعا فيها خزان الأزرار، وفي الشمعدان اللي بحط عليه البكر اللي يغذي الماكينة بالخيط. تختلف قاعدة ماكينة الأزرار عادية تختلف عن ما ايه عن قاعدة ماكينة الأزرار العادية. كيفية ضبط ماكينة الأزرار بالكمبيوتر للتشغيل، يعني ازاي اضبط ماكينة الأزرار بالكمبيوتر للتشغيل. تعال نشوف اظبطها ازاي. يتم ضبط الماكينة للتشغيل بواسطة تغذية برنامج الكمبيوتر بمسافة عرض المرض ومسافة فتحة العلو. يعني انا الاول حاجة بظبط البرنامج ده ازاي، بدخل على البرنامج البيانات اللي هتبدأ الماكينة تشتغل عليه. طب ايه البيانات دي؟ بظبط اول حاجة عرض المرد بتاعي، عرض المرد سواء 4 سنتي 6 سنتي 8 سنتي، يبقى انا بظبط ايه بقول له، بقول له ان عرض المرد للمنتج ده كذا، تمام. بعد كده بقول مسافة فتحة العروة، يعني مقاس العروة بتاعتي قد ايه. يبقى البيانات اللي بدخلها على البرنامج
عرض المرد وايه ومسافة فتح العلو. نكمل. طبعا لحجم الزرار، وبداية اول عروة للمنتج واخر عروة وعدد الازرار التي سيتم تركيبها. يعني انا بقول له عرض المرد قد ايه، ماشي، فتحة العروة، مسافة العروة بتاعتي قد ايه، وبعد كده باجي اقول له المسافة بين كل زرار وزرار، يعني المسافة بين الزرار ده والزرار ده قد ايه، بقول المسافة بينهم مثلا 2 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي. يبقى انا بقول المسافة بين كل تركيب زرار وزرار بظبطها حسب ايه، حسب العراوي، يعني حسب مسافة العروة اللي عندي بظبط مسافة ايه تركيب الازرار. يبقى ده اللي انا بظبط بيه البرنامج. يبقى بظبط برنامج ازاي؟ بقول عرض المرد قد ايه، فتحة العروة بتاعتي قد ايه، مسافة بين كل عروة وعروة المسافة بتاعتها قد ايه. نكمل. بحط كمان بقول اول عروة فين واخر عروة فين، يعني بحدد مسافة اول عروة واخر عروة، ده لازم ايه اللي هي اول عروة اللي هيتركب لها زرار واخر عروة هيتركب لها زرار، اللي هو العدد بتاع الازرار في المنتج نفسه. اجزاء ماكينة تركيب الازرار الاوتوماتيكية. تعالوا بقى نشوف الاجزاء بتاعت الماكينة. اول حاجة اهم اجزاء ماكينة الازرار تتكون من جزئين اساسيين، هما جسم الماكينة وقاعدة الماكينة. كل الماكينات ما بيجي بقول اجزاء الماكينة هما جزئين اساسيين، جسم الماكينة وقاعدة الماكينة. لكن طبعا في ماكينات بتختلف الاجزاء بتاعتها عن الماكينات الاخرى، لكن هو ده الاساس. اي مكنة ليها جسم وليها قاعدة، بأي مكنة عندي ليها جسم وليها قاعدة، دي الأجزاء الأساسية. بعد كده بقول جسم الماكينة بقى في إيه الأجزاء اللي موجودة فيه، قاعدة الماكينة إيه الأجزاء اللي موجودة فيه. بيبقى في أجزاء مشتركة بين كل الماكينات، وفي أجزاء بتختلف حسب إيه، حسب نوع الماكينة وحسب استخدام الماكينة وحسب وظيفة الماكينة. نكمل. بيبقى أهم أجزاء ماكينة الأزرار تتكون من جزئين أساسيين، هما جسم الماكينة وقاعدة الماكينة. اولا الجسم مصنوع من الحديد، اكبر حجما من ماكينة الحياكة العادية، هي تشبه ماكينة العراوي من حيث الشكل فقط. يعني بقول ان هي اكبر حجم، حجمها اكبر من ماكينة الحياكة العادية، وهي تشبه ماكينة العراوي، يعني شبه ماكينة العراوي في الشكل فقط، يعني في شكلها بس. ان احنا عارفين ماكينة العراوي حجمها كبير وشكلها طبعا بيبقى فيه منظمات شد، وبيبقى في المسطرة فيها اجزاء كتير، فهي شكلا بس تقول ان هي تشبه الى حد ما ماكينة العروة، لكن هي مش نفس اجزاء ماكينة العروة. يبقى هي اكبر من ماكينة الايه الحياكة العادية، اكبر في الحجم، وتعتبر تشبه ايه ماكينة العروة في الحجم فقط او الشكل بتاعها. نكمل. الماكينة مزودة بعين سحرية لمراعاة مستوى الزيت، اللي هو الماكينة ذات الزيت الذاتي وقاطع ومنظف للخيط. يعني المكنة دي فيها حوض زيت بيغذي الماكينة بالزيت ذاتيا، وفيها عين سحرية بشوف مستوى الزيت منها، وكمان بشوف ايه الزيت اذا كان نظيف ولا محتاج يتغير، وبرده مزودة بقاطع لايه ومنظف للخيط. يعني فيها قاطع وفيها منظف للخيط. احنا عارفين ان احنا بنقول ان الابرة بعد ما بتخلص المكنة، بعد ما بتخلص حياكة الخيط بيتقطع لوحده، فبنقول هو ده قاطع ايه، قاطع الخيط اللي موجود في الماكينة اللي بيقطع لي الخيط مجرد ما بتنتهي من حياكة الزرار. وكمان في منظف للخيط عشان الخيط يفضل نظيف معايا، ما يبقاش متسخ، ويبقى شكل الزرار في الخيط يبقى في تشوهات ويأثر على شكل المنتج، فعشان كده بنقول في منظف للخيط وفي قاطع للخيط. نكمل. نيجي بقى بقية الأجزاء. قدم الدواس اللي هو ماسك الأزرار، زي ما احنا شايفين شكله كده في الايه في الصورة بتاعتنا، ده شكل قدم الدواس. يسمى الدواس بالكلابة، وهو من أهم جزء ايه في الماكينة. طبعا الدواس ده اهم جزء في المكن. ليه بقى زي ما احنا شايفين كده؟ لان هو بيمسك لي، بيمسك ايه، بيمسك لي الزرار، يعني هو بيتحكم في
ايه في حركة الزرار، وبيتم ضبطه حسب ايه، حسب حجم الزرار. يعني انا بظبط الكلاب ده على حسب ايه، حسب حجم الزرار. وليه سمي بالكلاب كده؟ لان هو بايه ماسك للازرار، بيبقى واخد شكل الزرار، شكل الزرار ايه اللي انا بحطه. فهو عشان كده بيبقى ايه، بيعتبر ان الكلاب ده هو اهم جزء في الماكينة. ده يعتبر اهم جزء في الماكينة. ليه؟ لان هو شكله مختلف تماما عن شكل الايه الدواسة العادية اللي احنا بنستعملها في اي ماكينة. هو شكله دوت مخصوص ما ايه ليه الزرار، بتنزل الزرار في قلب الدواس، والدواس ده بيتظبط على حجم ايه الزرار اللي عندي. نكمل. وينتهي طرفاه بذراعين اللي هو رشتين، يعني الذراعين دول انا بسميهم رشتين، يتحركان بواسطة صامولة خاصة يقوم العامل بضبطها حسب مقاس الزرار المطلوب تركيبه. يعني انا بقى ايه بتحكم في حجم الرشتين دولت على حسب ايه، حسب حجم الزرار بيتم ضبطه حسب ايه بالصامولة ديت. بقى بوسع وضيق الصامولة على حسب ايه مقاس الزرار المطلوب تركيب. يعني هنا بتحكم في الذراعين دولت بقى انا ايه عن طريق المسمار اللي موجود، بوسع وضيق الايه الرشتين دول حسب ايه مقاس الزرار اللي هيتم تركيبه. قدم الدواس له أشكال مختلفة حسب شكل الزرار، الأزرار المسطحة، الأزرار الزرار المعدني، خاصة اللي هو الزرار اللي فيه ساق من أسفل، يعني الزرار المسطحة أو الزرار معدني أو إيه أو زرار اللي هو بيبقى ليه ساق من تحت أو ليه خطاف من أسفل. عمود الإيه قدم الدواس، طبعا ايه هو عمود قدم الدواس متصل بعمود الاداره بالماكينه للتشغيل بواسطه كرنك افقي. ان عمود الايه عمود قدم الدواس دوت اللي هو بيبقى بيتركب فيه طبعا الدواس، قدم الدواس، وبيتصل متصل بعمود الايه الكرنك اللي هو عمود التشغيل لتشغيل ايه الماكينه. واحنا هنا هو ايه عمود التشغيل هو المتحكم في حركه ايه الماكينه. عمود الإبرة هو عمود قائم متصل بوجه الماكينة اللي هو العمود المتركب ايه بيتركب فيه الإبرة. الإبرة بقى هنا بيقول لي لا يختلف شكلها عن إبرة ماكينة الحياكة، يعني هي شكل الإبرة ما بيختلفش عن ماكينة الحياكة، هو نفس الشكل، لكن ايه بقى لكنها مشطوفة من الخلف. يعني الإبرة بتاعت ماكينة الزراير مشطوفة من الخلف، وهي مصنوعة خصيصا لماكنة الزراير. يعني انا ما باجي اجيب يعني ما بيمشيش معاها اي نوع ابرة، هي ليها ابرة مخصوصة بستخدمها في الماكينة، في ليها ابرة ايه مخصوصة بستخدمها في الماكينة اللي هي ابرة ايه ابرة ماكينة الازرار. يبقى الابرة دي مشطوفة من الخلف ومصنوعة لايه لماكنة الزراير، يعني ماكنة الزراير ليها ابرة مخصوصة ليها، ما اقدرش استعمل اي ابرة تانية لاي ماكينة، لا انا بستعمل الابرة الخاصة بيها هي. تمام. نكمل. لوحة تحكم في التشغيل توجد بجانب جسم الماكينة لرفع الدواس والتحكم في عمليات التشغيل المختلفة. لوحة التشغيل دي بتبقى موجودة جنب ايه جنب جسم الماكينة، طبعا دي بتبقى مثبتة على الكرسي، طبعا دي اللي ايه بيبقى متغذية بكل البرنامج الخاص بالتشغيل للمكنة. يعني انا مغذياها بالاول، اول ما قبل ما اشتغل على المكنه ببقى مدخله البرنامج بتاعي على اللوحه دي، واللوحه دي هي بيبقى خلاص هي بتشتغل بناء على التغذيه اللي انا حطيتها جوه ايه جوه البرنامج دي. عشان كده بقولها لوحه التشغيل، دي اللي هي بيبقى فيها كل البرنامج اللي هتشتغل عليه الماكينه. نكمل. لاتصالها بوحده التحكم الالي الداخليه ووظيفتها تحديد عدد فتحات الزرار 2 3 4 ثقب، يبقى انا بحدد ايه عليها فتحات الزرار. تمام. يعمل على رفع الدواس وخفضها، يعني هو ايه بيرفع الدواس وايه وينزله حسب ايه المسافة بتاعت حجم إيه مسافة الزرار اللي انا هركب ايه الزرار فيها. لتحديد امر التشغيل والايقاف حاجز امان الابرة،
حاجز امان الابره بقى هي تركيب تركب باسفل وجه الماكينه، يعني هي موجوده اسفل وجه المكنه. طبعا ذراع الامان دوت او حاجز الامان ده بيبقى موجود كده ايه قدام الابره وقدام وجه العامل، بحيث ايه هو بيحمي وجه العامل في حاله لو الابره اتكسرت او الزرار اتكسر. يعني هي في حاله الابره اتكسرت او الزرار اتكسر دي بتحمي وجه العامل، دي ايه مزرع الحاجز الامان ده لحمايه وجه العامل في ايه من الاصابه من كسر الابره او كسر الزرار. تمام، تعالوا بقى نرجع مع بعض. يبقى حاجز الامان، حاجز امان الابره هي تركب باسفل وجه الماكينه وفائدتها حمايه العامل اثناء التشغيل عند كسر احد الازرار وش تحريك الزرار يمينا ويسارا للزرار 2 ثقب امام وخلف للزرار 4 ثقب. تمام. طيب بيت المكوك، بعد كده عندي قاعده. القاعده تتكون من قاعده خشبيه مغطاه بطبقه من الفورمايكا طبعا وارجل، دي قاعده الماكينه. قاعده الماكينه اللي بيبقى متحمل عليها ايه جسم الماكينه. طبعا احنا عارفين قاعده الماكينه دايما مصنوعه من الخشب مغطاة بطبقة من الفورمايكا لسهولة حركة القماش عليه ومنعا من التنسيل، وبيبقى في أسفل القاعدة بيبقى فيها الأرجل اللي هي بتحمل الجسم تحمل الماكينة. تختلف عن قاعدة ماكينة العراوي سوى أنها تعمل بدواسة واحدة من أسفل متصلة بالحركة الميكانيكية بواسطة سلسلة اتصال. يعني أنا عندي هنا بقول إن قاعدة الماكينة هنا بتختلف عن قاعدة ماكينة العراوي، وهي بتعمل بدواسة واحدة من أسفل، يعني ماكينة الزراير دي بتعمل بدواسة واحدة من أسفل، ما فيهاش دواستين، يعني ما فيهاش دواسة لرفع القدم الدواس، هي دواسة واحدة بس اللي موجودة في ماكينة الزراير متصلة بالحركة الميكانيكية بواسطة سلسلة اتصال. وطبعا ايه عليها الشمعدان وجسم الماكينة والأرجل. يبقى قاعدة الماكينة بيبقى في عليها من اعلى ايه الشمعدان اللي انا بحط عليه البكر وبيغذي بيه الماكينة، وجسم الماكينة اللي هو جسم المكنة اللي بيشتغل، والارجل طبعا الارجل من اسفل اللي هي بتحمل الايه الماكينة. بعد كده عندي مفتاح التشغيل والايقاف، وحدة التحكم الالي في الدواس، وبعد كده عندي الدواسة. يبقى انا عندي هنا مفتاح التشغيل والايقاف وعندي وحدة التحكم الالي وبعد كده عندي الدواسة. يبقى دي الاجزاء اللي موجودة في ايه في الماكينة في قاعدة الماكينة. هنا بقى السؤال بيقول لي ما هي اجزاء ماكينة تركيب الازرار الاوتوماتيكية مع الشرح. ما هي اجزاء ماكينة تركيب الازرار الاوتوماتيكية مع الشرح؟ طبعا احنا قلناها كلها الاجزاء، جسم الماكينه، قاعده الماكينه، وقلنا ايه الاجزاء الموجوده في جسم المكنه، وهي الاجزاء الموجوده في قاعده الماكينه. نيجي بقى ناخد بعض الاسئله على الباب الثالث، نراجع بيها الجزء اللي احنا اخدناه في الباب الثالث. انواع ماكينات العراوي. انواع ماكينات العراوي، ما هي انواع ماكينات العراوي؟ ممكن يجي لي سؤال مقال وممكن يجي لي سؤال اكمل. انواع ماكينات العراوي، انواع ماكينات العراوي العاديه، ماكينه العراوي العاديه او النصف اليه والاوتوماتيكيه بالكمبيوتر وبالكمبيوتر. يبقى احنا كده عندنا 3 انواع لماكينه العراوي: ماكينه العراوي العاديه، ماكينه العراوي النصف اليه، وماكينه العراوي الاوتوماتيكيه، وماكينه العراوي بالكمبيوتر. فائدة المسطرة، طبعا المسطرة دي بتبقى موجودة فين؟ موجودة في ماكينة العراوي. فائدة المسطرة ايه؟ يبقى فائدة المسطرة تحديد طول او عرض العروة. احنا عارفين ان المسطرة دي بتبقى موجودة في ماكينة العراوي، ومن خلال المسطرة دي بحدد طول وعرض العروة، بظبط الماكينة حسب طول وعرض العروة اللي هيتم تنفيذها. احنا عارفين ان انا بظبط العروة حسب حجم ايه الزرار وحسب المنتج وحسب عرض المرد عندي. القرصة مصنوعة من نقط مغطى
بنقط منعا من تمزيق النسيج. طبعا احنا لسه واخدينها دلوقتي الكورسة، طبعا احنا عارفين اللي هي قاعدة الماكينة، وبتبقى دايما مغطاة بطبقة ايه من الفيرومايكا مصنوعة من الخشب المغطى بالفيرومايكا ايه منعا من تمزق النسيج. يبقى دايما يبقى انا عندي دايما الكرسة مصنوعة من الخشب مغطاة بطبقة من الفيرومايكا ايه لحماية النسيج من التمزق او التنسيق. نقط وظيفته تحديد كثافة الغرزة. طبعا مين بقى؟ وحدة التحكم الالكتروني في التشغيل او الشاشة العلوية وظيفته تحديد كثافة الغرزة. يوجد اسفل الكرسة وفائدته بدء الحركة الميكانيكية للتشغيل. طبعا ده المحرك ايه؟ وحدة التحكم الآلي السفلية. يوجد أسفل الكرسة وفائدته بدء الحركة الميكانيكية للتشغيل. مصنوع من الحديد لتتحمل ثقل الجسم وحركة التشغيل وهم الأجزاء الملحقة به بأسفل أرجل الماكينة. الأرجل مصنوعة من الحديد لتتحمل ثقل الجسم وحركة التشغيل وأهم الأجزاء الملحقة بها دواسة الماكينة بأسفل أرجل الماكينة. يبقى نقول تاني، يبقى الأرجل طبعا مصنوعة من حديد لتتحمل ثقل الجسم وحركة التشغيل وأهم الأجزاء الملحقة به دواسة الماكينة بأسفل أرجل الماكينة. هنا الماكينات تنقسم إلى نوعين. الماكينات بتنقسم إلى نوعين. احنا خدنا الماكينات في الباب دوت، خدنا ماكينة الحياكة وماكينات التشطيب. خدنا ماكينات ايه؟ الحياكة وماكينات التشطيب. ماكينة الحياكة اللي هي ماكينة ذات الابرتين ذراع التشغيل، دي ماكينة الحياكة، ماكينة ذات الابرتين ذراع التشغيل. طب ماكينات التشطيب اللي مقررة علينا السنة دي اللي هي ماكينة ايه؟ ماكينة العراوي وماكينة الازرار. تعالوا كده نشوف مع بعض الماكينات. يبقى قلنا هنا الماكينات تنقسم الى نوعين. الماكينات تنقسم الى نوعين، ماكينات خاصة بالتشطيب النهائي وماكينات خاصة بقسم التشغيل حياكة المنتج. يبقى نقول تاني، ماكينات خاصة بالتشطيب النهائي اللي هي ايه؟ ماكينة العراوي وماكينة الازرار. وماكينات خاصة بقسم التشغيل اللي هي حياكة المنتج اللي احنا بنقول عليها ماكينة ايه؟ ماكينة ذات الابرتين ذراع التشغيل. يوجد نوعان من ماكينات الحياكة ذات الإبرتين. يوجد نوعان من ماكينة الحياكة ذات الإبرتين. يوجد نوعان من ماكينة الحياكة ذات الإبرتين. نوع يعمل حياكة خارجية فقط اللي هو البونت، ونوع من الزخرفة. نوع يعمل حياكة خارجية فقط اللي هو بنقول عليه البونت، ونوع من ايه؟ من اللي هو نوع من ايه؟ الزخرفة. يبقى واحدة بتعمل لي حياكة، واحدة بتعمل لي زخرفة على المنتج. طب التانية بتعمل ايه بقى؟ يكون بعمل غرزة التثبيت وثني طبقات القماش في مرحلة واحدة. يعني النوع التاني بيعمل لي غرزة تثبيت وبتعمل تاني لطبقات القماش في وقت واحد. يعني بتعمل لي وظيفتين في وقت واحد، بتثبت لي، بتعمل غرزة تثبيت وبتعمل ايه؟ تاني الطبقات بتاعة القماش. قدم الدواس في ماكينة الأزرار يسمى بنقط وينتهي طرفاه بنقط. طبعا احنا لسه بنقول قدم الدواس في ماكينة الازرار يسمى بالكلاب وينتهي طرفاه بذراعين بنقول عليهم ايه؟ ريشتين. تستخدم ماكينة الازرار في تركيب ايه؟ طبعا ماكينة الازرار بتستخدم في تركيب الزراير. تستخدم ماكينة الازرار في تركيب الازرار ذات الثقبين او الاربع ثقوب والازرار المسطحة والغير مسطحة او الزرار بمسند او بدون مسند او بخطوف. ضع علامة صح امام ايه؟ العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة. عمود الابرة في ماكينة ذات الابرتين يشبه عمود الابرة في ماكينة ايه؟ في الماكينة العادية. عمود الابرة في الماكينة ذات الابرتين يشبه عمود الابرة في ماكينة الحياكة العادية. هل الاجابة دي صح؟ طبعا اجابة خطأ. هنا عمود الإبرة بيختلف هنا في المكنة بتاعت ذات الإبرتين عن عمود الإبرة في الماكينة العادية. ليه؟ يعني احنا عندنا بنقول الماكينة ذات إبرتين، يبقى العمود مهيأ ان هو يتركب فيه إبرتين،
واحنا عارفين ان الماكينه ذات الابرتين بتركب لها ايه، بيبقى هي قاعده الابره بتبقى واحده وبتبقى موجود فيها ايه ابرتين. فعشان كده بنقول ان ايه، ان عمود الابره هنا بيختلف عن العمود الابره في الحياكه العاديه، في ماكينه الحياكه العاديه، لان هو مصمم للماكينه دي انه يتركب فيها ابرتين مش ابره واحده. تمام، نرجع تاني. يبقى هنا الخطأ في ايه؟ ان عمود الابره في ماكينه ذات الابرتين لا يشبه عمود الابره في ماكينه العاديه. تستخدم ماكينه العراوي العاديه لنصف اليه في مصانع الملابس الكبيره. تستخدم ماكينه العراوي العاديه لنصف اليه في مصانع الملابس الكبيره. طبعا جاب خطأ، بتستخدم في ايه؟ في الورش الصناعيه والمصانع الصغيره، لان احنا عارفين ان المكنه ماكينة العراوي النصف آلية بيبقى الإنتاج بتاعها ميبقاش كبير، ما بتقدرش تعمل في المصانع الكبيرة. المصانع الكبيرة دي بتعمل إنتاج بالجملة، فمحتاجة طبعا ماكينة إيه اللي هي الكمبيوتر أو الماكينة الأوتوماتيكية. ماكينة الحياكة ذات الإبرتين يمكن أن تعمل بإبرتين أو ثلاثة لإعطاء غرزة السلسلة. ماكينة الحياكة ذات الإبرتين يمكن أن تعمل بإبرتين أو ثلاثة لإعطاء غرزة السلسلة. طبعا إجابة صحيحة. طارة التشغيل هي الطارة المنظمة لحركة مشوار العروة. طارة التشغيل هي الطارة المنظمة لحركة مشوار العروة. طبعا إجابة صحيحة. تقوم ماكينة الحياكة ذات الإبرتين بعمل غرزة الفانتازيا. تقوم ماكينة الحياكة ذات الإبرتين بعمل غرزة الفانتازيا. طبعا إجابة صحيحة. حاجز الأمان فائدته حماية العامل أثناء عملية التشغيل عند كسر الإبرة. حاجز الأمان فائدته حماية العامل أثناء عملية التشغيل عند كسر الإبرة. طبعا إجابة صحيحة. مسطرة تحديد المسافات فائدتها تحديد عرض أو طول العروة ومكانها أسفل قدم الدواس. مسطرة تحديد المسافات فائدتها تحديد عرض أو طول العروة ومكانها أسفل قدم الدواس. طبعا إجابة صحيحة. حاجز الأمان الإبرة يركب أعلى وجه ماكينة الأزرار لحماية العامل عند كسر الزرار. حاجز الأمان للإبرة يركب أعلى وجه ماكينة الأزرار لحماية العامل عند كسر الزرار. طبعا دي إجابة إيه؟ خطأ. حاجز الأمان للإبرة يركب أعلى وجه ماكينة، طبعا مش أعلى وجه الماكينة، هو بيركب إيه؟ أمام الإبرة. بيتركب فين؟ أمام الإبرة. تمام؟ لحماية العامل عند كسر الزرار أو كسر إيه؟ الإبرة. يبقى بتركب أمام إيه؟ أمام الإبرة. سستة الاتصال تصل من جسم الماكينة إلى ذراع عمود الإبرة. سستة الاتصال تصل من جسم الماكينة إلى ذراع عمود الإبرة. طبعا هنا إجابة خطأ، لأن سستة الاتصال دي بتبقى متصلة بالدواسة لتحريك القدم الدواسة عشان تعمل لي إيه، تظبط لي حركة العروة وحجم إيه العروة بتاعتي. الإبرة المشطوفة صنعت خصيصا لماكينة الأزرار. الإبرة المشطوفة صنعت خصيصا لماكينة الأزرار. طبعا إجابة هنا صحيحة، لأن احنا قلنا الإبرة إيه بتاعة الزراير مشطوفة من الخلف، وهي إبرة مخصصة لماكينة الأزرار، وما أقدرش استخدم أي نوع من الإبر الأخرى في صناعة الزراير. في تمام، نكمل. قدم الدواس في ماكينة الأزرار يختلف عنه في ماكينة العراوي. قدم الدواس في ماكينة الأزرار يختلف عنه في ماكينة العراوي. طبعا هنا إجابة صحيحة، لأن احنا قلنا قدم الدواس في ماكينة الزراير بيبقى عبارة عن ذراع وبيبقى ليه رشتين عشان أقدر أحط فيه الزراير، لكن العراوي بيبقى المساحة بتاعة الزرار نفسه بيبقى مساحة كبيرة، وبيبقى بقدر احط افتح فيها العروة بتاعتي. تمام، احنا النهاردة كده اخدنا جزء كبير جدا من المادة بتاعتنا. خلصنا كده الباب الثالث، بداية الترم الثاني. اخدنا ماكينة ذات الابرتين ذراع التشغيل، اخدنا ماكينة العراوي، اخدنا ماكينة الازرار، وعرفنا ايه الفرق بين الماكينات اللي هي لحياكة المنتج او لتصميم المنتج، اللي هي ماكينة ذات الابرتين ذراع التشغيل، دي انا بستخدمها في حياكة المنتج وفي تصنيع المنتج.
وماكينات التشطيب اللي مقررة عليا هي ماكينة العلاوي وماكينة الأزرار. عرفنا أهمية الماكينات في الخط الإنتاجي ووظيفتهم إيه، كل ماكينة الأجزاء بتاعتها إيه. أخدنا بعض الأسئلة المختلفة عن شاملة يعتبر المنهج بتاع الماكينات. أتمنى أي جزء مش مفهوم في الجزء دوت، أو إن أنتوا في اي سؤال وقف قدامكم تبعتهولنا طبعا على الصفحة بتاعتنا قناة مصر للتعليم الفني، هيتم الاجابة عليها. وان شاء الله في الحلقة القادمة هناخد بقى الباب الرابع اللي هو اجهزة الكي. اتمنى يكون الجزء اللي احنا خدناه النهاردة يكون واضح ليكم، وتكون الدنيا تكون مبسطة بالنسبة لكم، والمعلومة تكون وصلت ليكم. اتمنى ليكم التوفيق والنجاح، واشوفكم على خير في الحلقة القادمة.